جينا الليلة باش يسمعنا لأول مرة أغنيته جديدة. الأغنية عنوانها قلبي. هو واحد من أقوى وأهم لي رابور في تونس. بحب كبير استقبلوا بحدنا سمارة. زوروني كل سنة مرة حرام مرة يزي مرة في العام فهمت على خطر الناس من حقهم شو يشوفوك تحكي أكيد وقت اللي تهبط يزي يخليك يعيش برنامج نورمال ما في تونس هذي نجي هون يخليك ربي يخليك ونشكرك برشا برشا يعطيك الصحة يعيشك ربي فضل برشا يطلبوا جبنا سمارة جبنا سمارة نعرف مليح اللي عندك أول حاجة التزامات تبارك الله اللي شوكيز عندك برشا لكن في المقابل ما فماش سمارة في مهرجانات شنو هالتناقض هذايا ما بين انك في اللي شوكيز ساعات توصل بالسهرتين ثلاثة في سمارة ما يمشيش فهمت كيفاش يدغدغ البيبان بجاه ربي طلعني في شوكيز فهمت انا يعني ماخذ كارت بروفيسيونيل اوكي وعندي يعني نقدم الدوسيه نتاعي والتوندونس في تونس هو يحكم خدمت عملت برشا ملايين تطلع مهرجانات بالصيف على الناس الكل نو ومقدم دوسي فهمت تتلف تلقى جعايل وتلقى فهمت مافيات في الدومين هذايا تحبس لك تحط لك العصا في العجله باش ما تطلعش مهرجان مش لوجيك هادي تتصورني انا السنه ما طلعتش بنزرت حتى ميساجيت تجيني انا شبيك ما طلعتش في بنزرت شبيك ما طلعتش في صفيقس شبيك ما طلعتش كارتاج حمامات توزر مثلا والجنوب يعني نحب نمشي يمكن يقول لك سمارة ما يحبش يطلع في مهرجان بنزرت ولا ما يحبش يطلع في مهرجانات كيما مثلا الكيف ولا قصرين ولا فما متعات حفلات كبير ياسر في تونس سي ناصر القرويشي قبل ما تبدا المهرجانات نكلم فيه نقول له يا سي ناصر هاكا الدوسي عندك يقول لي نو مازلت ما صبتش الفلوس للمهرجانات نو مازال ما فما حتى شيء على المهرجانات فهمت كيفاش بعديك انا تلفت نشوف سايي المهرجانات خذتها عبيد معينه وخدمت معاه 2019 خادمين 92 حفله في 3 شهور مهرجانات ما شاء الله بعدي كان تلفت مهرجانات حبست من 2020 ريت من 2019 حبست علي المهرجانات كل فلوس الشوكيزات خير من فلوس المهرجانات الحمد لله من حب نمشي نغني هنا في الجنوب فما عبيد فم نعمل جو انا مع العبيد هذيك اوكي فما عبيد ما تنجمش تقص هذه 300,000 باش يدخل بواد دي نوي يشبيه هذاك ما يسمعش لازمو يسمع يعني يجيني ميساج بيك ما تجينيش يولي اللوم علي انا نولي ما نحبش نمشي فهمت وانا بالعكس نحب نمشي شنو اللي يلزم يصير باش مهرجان بنزرت يعيط لك يجيب لك فنان من ما نعرفش منين ب 60,000 دولار ما حشتيش بيع الفلوس مهرجان بنزرت ما حشتيش بالفلوس فلوس نخدم شوكيز ويت الحمد لله يا ربي يا ما تحب نطلع ما تحبش تطلع مسرح فيه 11,000 ولا ولا 10,000 وحومتك وحومتي صحيت دونك نداء المسؤولين تاع بنزرت معناتها انا ربي يهدي هادي وكا انا ماذا بيا في الادارات هذيك يحطوا عبيد تفهم في الموسيقى عبيد تبع في التوندونس في تونس واليوم المهرجانات ولات تبرمج راب هذي حاجة باهية اكيد اكيد خاطر فما مهرجان يقول لك لا يا اخي فما مهرجان ما عملش راب سنين في تونس فماش وفرحان راني للوليد الكل اللي طلعوا في المهرجانات المشكلة مش من الوليد ولا بالعكس من المسؤولين اللي شادين الادارات هل انت محارب اليوم تحس فما حرب ضدك اكيد هادي اكيد اكيد حتى لا حتى اللي ما يعرفش يقول لك يشوف توندونس انت في التوندونس الاول مثلا مش اول رابور ما نحكيش اول رابور توندونس موسيقى اوكي فيو خدمه كليبيت خدمت على روحي فهمت بعد تلفت ما يعرفش فما اكيد فما البرة ما عادش نراك تخرج برشا نتقلق شوية في المطار نتقلق حتى في باش نمشي نعطي فيزا نتقلق فما برشا عصا في العجلة دونك هاو كان نخدم في تونس ترونكيل خير من تجي نسافر انا ترسلي نبحث وبرا ويجا ما رفيت جيت مسافر لتركيا حفلتي من غدوة اوكي مديت باسبوري قال لي باش تستنى معنا شوية بي استنيت بعد رزت لي مشيت لجورجيني وخذيت تصريح
وبفضل محاميتي مدام سعاد نعطيها تحيه كبيره ياسر باش فضينا الموضوع وسافرت من غدوه. كما سافرتش نولي في مشكل مع العباد اللي والجمهور يستنى. فهمت كيفاش؟ اللي كان فنان يجي من الاوروب يدخل تونس بالنوار يدخلوه صح ولا وما يتفركسش صحيح. اما نحن رابور تونسي تتفركس وتبقى موقف. كرهت المطار والطياره؟ كرهت ما مشيش. انا في تونس لا. اما زاد كيف كيف نفس الشيء نفس اللوم. شنو ذنبهم الناس اللي تحبك المسلم في المانيا في فرنسا في الجزائر؟ شنو نعمل انا سامحني هيدي؟ كانتي باش توقفني ماشي الحفله باش تحبسني قولي شنو نعمل؟ من المشاكل هذه تتحل بشوي بشوي ان شاء الله. ناس عنا ديما باش نحل المشاكل دي. ساعات ياخذوا المشاكل ما هذاك عنده سوابق. هذاك عنده مشاكل. ما عندي ثلاثة شهور باللي سوابق. عندي سوابق من اللي عندها العبيد فهم. واي انسان يغلط هيدي ويصلح من روحه صح. والقضيه كنت تسكر توفى؟ سكرت سيي روحت واني موجود وخدمت على روحي واثنيه صحيحه. اثنيه صحيحه. وقت اللي نشوف فيديو نتاع الحفلات نتاعك خلينا نتفرجوا في الاجواء نتاع التورني نتاع الصيف. ايه وباش نسمعوكم جديد لانك الليله قلت نجيب جديد والليله تلقاوه على شان اوفيسيال سماره. ليله السبت الكليب يهبط. الاغنيه عنوانها قلبي يا قلبي قلبي. اوكي نشكرك لانك اول مره باش تسمعها للناس تسمعها لهم ليله. خلينا نشوفوا اجواء الحفلات ومن بعد نسمعوا قلبي قلبي. خليكم معنا. الحفلات هذوما المهرجانات 2018 هذوما ما شاء الله ما شاء الله واحدة من هيتات 2023. حاضر؟ حاضر. سمارة برج الجوز. الليلة الليله الاغنيه على شان اوفيسيال يوتيوب. تنجموا تلقاو الاغنيه الكليب حاضر. الاغنيه كان عجبتكم وتتحفظوا تدندن الاغنيه عجبتكم الاغنيه سهله شوي. في الاغنيه تقول الصحبه ما بقاتش. ما حد شيء ما بقى. اما الفرحه ما زالت والقلوب الطيبه ما زالت. لما تسكر قلبك على حاجه وتتغشش اوكي من الناس اللي تصفى من بعد وتنسى بالوقت ولا تقعد؟ 99 اسمي سامح. وتسامح؟ على الاخر. معناتها الناس اللي ضروك نجم نهار راك يدك في يدهم نهار اخر؟ كيفاش ضريتني الساعة انت وكيفاش ضريتني؟ خلينا نقول باخيب الطرق. كان قلبه صفي انا قلبي يصفى ما يقلقش. الوسط نتاع الراب حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. البقاء للاقوى. اي انواع الاسماك انت تنجم تقول؟ قرش. قصه نجاح انت؟ بالطبيعه. علاش تقول انا قصه نجاح؟ خاطر هيدي تعرف انت قداش من تيحه جيتني في 7 سنين هذوما. جيت من حي شعبي امورك الماديه تعبه. ما حطيت في قلبي هيدي حط بيوت في مخي يعني مش نسله. يعني حلمت هيدي مش الحلمه وحدها متعمل حتى شيء. علاش تحلم توصل؟ اي انسان يحلم باش يوصل للبيت نتاعو راهو يوصل له.
من حط شيء هنا وصلت. كنت عارف انه نهار من نهارات باش تولي انت فنان وعندك جمهور وناس تغني لك 100% كما تحكي انت، اما كنت عارف اللي انا باش نقدم في الشيء هذاك، ما مش بالطريقه هذه بتبيعها. الصعوبات كانت كبيره برشا. تحب تحكي لي؟ تذكرني انت تمرميد متاع الصغرى. مش تمرميد برشا، قول فيها تضحك، معناتها كانك حابه، كانك متوحشهم ايامات الفقر، ايامات التمرميد. اسمعني هذي، قبل الفقير ومخك مرتاح شوي. وتو تو عندك فلوس ومخك مش مرتاح. اما الحمد لله هذي والله، نعيش في عائلتي بيان، اصحابي كيف كيف يخدموا معايا، فهمت؟ كله فضل من عند ربي. امي كانت قبل تسرق باب 40,000، فهمت؟ كان وقت التسجيل ب 40,000، تقول لي هاك برا سجل، فهمت؟ واحد كان حاير في 40,000 باش يمشي يسجل مرة في الشهر. اللي تو عندي استوديو في الدار. خدمت خدم المرشي والواحد باش تنجم تعيش؟ خدمت باز، خدمت مرمى باتيسيي، خدمت صار. خدمت باتيسيي؟ خدمت عام ونص باتيسيي، نختفي في الليل ونقرا الصباح. تتعدى منهم البلايص هذوما اللي انت اكيد اكيد تو في منزل بورقيبه اكيد. اليوم انت تحس روحك ستار ولا لسا؟ بالطبيعه، اما ولد الشعب لا. ما بدلتش قشرتي زيدا، مش وليت ستار نولي نحقر في العبيد نولي ليه؟ تعرضت لتيحات، كل طيحة بعدها يقولوا سامح سيختفي من الوجود. ضربة ما تقتلكش تقويك هذي. لكن ضربات قويين ها؟ الحمد لله، يبدأ ربي معاك توا نقول عليهم ما يقتلوش. أما وقت اللي نتذكر الإيقاف الأولاني بالكل متاع المخدرات، وقت نتذكر دبي، وقت نتذكر مشاكل صحية ساعات، نقول يا أخي اللي تعدى عليك مش شوية. مش شوية، صحيح صحيح. أنت بين ومخ ما زلت تكتب موسيقى وتغني وتصور كليبات. والله هذي قوم عند ربي وننسى، فهمت؟ لازم تقدم، سيئة تعدى هذيك ماضي ونسيناه، فهمت؟ تسمعها سمارة مازالوا شهرين ويوفى؟ شي بس عبيد قالت لي راك من آخر يعني مشكلة صارت لي اللي تصورت ما مانيش باش نرجع، فهمت؟ الحمد لله اني رجعت. على الكرسي هذيك مره الوالده نتاعك قالت لي تمنيت انه سامح يبطل يعتزل يزي منها الموسيقى مشاكلها اكثر منها. هذي ماني نتعب انا، يتعبوا دارنا، فهمت كيفاش؟ توا بتعرف انت يوتيوب و فهمت كيفاش وفيديوهات يتفرجوا دارنا زيد، كي باش تشوف ولدها تعب تقول لك فك علي انا. انت بينك وما بين روحك في لحظات ضعف فكرت في الموت؟ اي خممت، هذي خممت، اما ديما من بعد نقول لي هذي رزق مدولي ربي، لازمني نكمل فيها ثنايا، ما ينجموش يطيحوني. واللي رجع فيك الروح هما المعجبين اكيد، والناس اللي تحب سميهم محبين يمكن اكثر. اكيد اكيد. قلت لك اجا بكري باش نخليك تقابلهم، عيطني لهم باش نسمعوهم الاغنيه جديده اول مره يسمعوها، ودخلت عليهم. حضرنا هذا الكل في ريبورتاج خاص سمارة. المحبة ما وفيتش والدنيا ما خذيتش، يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي، الحبيبة ما بقاتش والصحبة ما بقاتش والغدرة ما شحالش. توب رانجينيك من سوسه سبيسيال ديما ليك في الحفلات ديما تراني معنا معنا تالي ديما موجود وينيتي وينيتي، فهمت؟ ربعين خويا اللي بالرسمي توب رابير قاعد تخدم على روحك، قاعد تنتج خويا كل مره جديد كل مره جديد. وين راني بك مقدم زيدا والدنيا ما خذيتش، يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي. احنا نسمع اغنية سمارة من قبل ومغرومين بيه، وكل جديد نسمعوه وديما نستنيه في الخدمة متاعه، وخدمة مزيانة برشا. خذت عليك الغربة تعبتني، تعبت في روحي نسيتني يا قلبي قلبي. لازم تكوني تكوني لسوني ونسيتني انت ديما في ديزاين. وينك لازم هذه الدنيا تاعك؟ اغنيك الكل حافظينه بالرسمي وحاجه واو راك حاطين شعبي نحبكم موتي بينا كان انت راه وديما انت معنا ان شاء الله ان شاء الله ديما موسيقى جديده ان شاء الله تسمعوا برشا جديد
ونفرح برشا انا كي راه بيتحبني هكا خويا وراني بيكم العالي. انا فرحان برشا اليوم بجيت باش نسمع سماره والجديد نتاعو قبل ما يهبط على اليوتيوب وغادي كفليبيا. قاتش والصحبة ما بتعتش من غدرة ما شفعتش يا قلبي قلبي لك عليك الغربة تعبتني خالي سوا في روحي نسيتني يا قلبي قلبي يا مزيكا باية يا صاحبي باية يا صاحبي عايشك عايشك الله يخليك يا قلبي قلبي سامح اللي فان متاعك بحذايا شو نقول لكم حاجة انتم اليوم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عندي منتصر وكلاوديا كلاوديا مش تنسية إيطاليان مغرومة بسمارة مدتة تبياشي سمارة سي تبياشي سمارة برشا 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 أحسن أغنية تحبها شنية أحسن أغنية لبيو بيلا موزيكا سمارة توت قولها ترى تغني لي شوية من سمارة كان تامبونو Ti en Gucci Milano passa blotta in mano. Ti en Gucci Milano. Beh, اللي بيشربح فيكم شي عدي نهار كامل معاه، تمشي معاه السواري في اي بي، طاولة في اي بي، وباش يحضر معاه تصوير كليب وكان يحب يظهر في الكليب باش يظهر في الكليب. دونك أحلى من هكا ما فماش. توتي جورنو كون لوي. منتصر من بعد فسر لها كل شيء يحكي لها في الدار خلي نربحهم بعد احكي لها باش نسال كل واحد فيكم سؤال 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 واللي تراه يضيع فيكم ويضيع في الوقت هو اللي تخرجوه انتم تخرجوه بالاسامي واضح نبداو اسامه من عامين غنى سماره فور فور ريل اجابه صحيحه مريم جو ريميرسي لا في سكرت الجمعه هذه مليونها 30 مليون 40 مليون محمد امين شكون الفنانه العربيه اللي تصويرتها موجوده في غنيه من اغاني سماره إيرين محمد أقدم غنية لسمارة في الشين عنوانها أنا ماشيين منتصر قديش عدد المتابعين في قناة سمارة؟ ملايين وثمانية وسبعين إجابة صحيحة دونك توا كملنا الجولة الأولى شكون حسب رأيكم اللي عطلنا؟ تكتبوا اسمه ولا اسمها في يدكم بعض الثواني تكتبوا اسمي خرجت مريم تاني كل لازم اسمع هيك أسامة محمد دمي رغم اللي زوز إجابات صحاح مريم إني خرج روحك محمد دمي مريم 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 يعطيك الصحة نكملوا أسامة في أي دولة عربية تصور كليب 9 مليمتر؟ دبي محمد أمين قديش عمره سامح اليوم؟ 27 محمد عنوان آخر أوديو لسمارة شنو عنوانه؟ سيكاتريس سبع سنين سبع سنين هاتت عليك بطلع. منتصر كلاوديا قديش العدد الاجمالي للمشاهدات في قناه يوتيوب لسماره قديش تشوفوا مليون يا القناه دي يوتيوب توتي الموسيقى عيب عليهم السؤال هذا عيب عيب يس لانه ما نعرفش 300 مليون حاجه اكثر 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 742 مليون مشاهده على اليوتيوب دونك اسامه محمد امين محمد منتصر تكتبونا شكون
ما عندوش بلاصه معانا تو. شو تبيض؟ هو يجيب لي هذا سكريب يكتب ساعه. ولا سمعت. يلا اسامه شكون كتب؟ منتصر. منتصر. محمد امين. منتصر. محمد منتصر. 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 باهي. باش تصعب شويه تو. اسامه. عنوان غناية لسمارة شبيك؟ عاود السؤال خاطر ما فهمتو. عنوان غناية، عنوان غناية لسمارة كمل العنوان شبيك؟ باس باس خاطر با بيك شفامة بيه؟ محمد أمين حومة سخونة عاملة قدش؟ 22 إجابة صحيحة. نسيت الإنساني محمد يعني إذاعة تونسية تصور الكليب يعني باس. اكتبوا لي شكون يلزم يخرج. قول لي شكون لازم يخرج. قول شكون يلزم يخرج. أسامة. محمد أمين. محمد. محمد أمين أنت اللي باش تقرر يا أسامة يا محمد. قول لك حاجة أنا باش نربح زوز أنت باش تربح شكون تهز معاك؟ شكون في الطاولة في أي بي باش تقعد بحذاك؟ يتقعد محمد يتقعد أسامة. هذي كلهم رابحين وباش نهزهم الكل طاولة في أي بي باش يصوروا الكل معايا في كليب كبير. اللعبة لا 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 سمحت لهم والله اسمع نزلوا الكل والله كوبا لا فامي خاطر كلهم باش نهزهم طاولة في أي بي للناس الكل نعمل برا قوم سلم عليهم عادك هاو برا دوك سي بو برافو عليكم شباب كان هذا للسوبر فان نتاع سمارة. سمارة يتقل برشا على الراب ساعات نخرجوا على اللي يلزم يصير ساعات الكلام أحرج ساعات المواضيع تكون صادمة أما ما يحسب له أنه أول حاجة يدخل في عملة صعبة البلاد من خلال اليوتيوب وثاني حاجة أنكم الغناية التونسية وصلتوها خارج تونس اليوم الغناية التونسي الراب بالأساس وتبدل هيدي راهو الراب ما عادش فيك ما عادش راب سيدي جا ولا فن ما عادش في كلام احرش ولا كله ولا كلين حتى الرابر تاع الكل يعني واللي تنظف فهمت اي كانكم انتم زاد نضجتوا كبرتوا في مخاخكم شويه اكيد خاطر فما عنا صغيرات تسمع فينا فما عبيد كبار والحاجه الباهيه انه المزيكا قعدت توصل قعدت للبرة تخرج انا كي نمشي مثلا نحكي مع ناس من برا من دبي في لبنان يقول لي رانا نعرفوا الغنيات هذوما نسمعوا لبنان السعوديه الكل العالم العربي كل ولا يسمع فينا فما مفاجأة أنا لقيتها والحق استوقفتني okay. خذيت تصوير تشيرين yeah. ولبستها غناية أنا عجبتني برشا غنيتها هذيك كذابياً أوكي okay. وفيها حاجة نحس فيها تحكي عليا على الأخر أوكي okay. وين بالضبط تحكي عليك؟ كذابين الغنية الكل اوكي الغنية الكل وفيها حتى الفيلينج اللي غنت بيه مش عادي فيها فيلينج تمسك الغنية طول دونك اوكي قرر خذيت سامبل وعملته على موزيكا دريل اوكي بتبيع عن بيت ميك اللي معاي تعاركين مع بعضنا تو عندنا مشاكل ايه خلي كل شيء على الشيرة خذيت سامبل هذيك عملنا بيه موزيكا وهبطها ونجحت الحمد لله فما شكون يقول استعمل تصويرتها باش ينجم يبيع بها ليه؟ مانيش مستحق شيرين انا باش تعمل لي فيو في الشين نتاعي اما شيرين تعمل فيوز اوكي يعني وتجيب جمهور اكثر فيو من شيرين في اليوتيوب اوكي استعمل تصويرتها على دروا دوتور انا با بلوس اوكي شيرين واللحن يتبعها يعني مش كيما برشا رابريت مثلا ولا فنانين في تونس يجي يسرق لك لحن ويقول لك راني راهم تاعي فهمت ما نجمش انا ناخذ لحن مع عند فنان ونخدم به
من غير ما نبين الفنان هذاك وتستحق انها تاخذ افيش نو عندها علم انه اغنيتها تعاودت من عند ربي اتصلت بها البرود ما فماش اجابه مي خذت الحقوق نتاع الفلوس الكل خذتها نتاع معناتها اللي دخل من الموسيقى هذيك الكل المداخيل نتاعها مشت لشيرين معناتها انت قاعده تخلص في شيرين خلص في شيرين خلص في شيرين شيرين تتعدى بظروف صعيبه ياسر تتعالج بالمخدرات ومشاكل نفسيه وانا في حوار مره عملت معها حوار قالت لي انا وصلت فكرت في الانتحار مسيله هي ديوان مسيله بالحق لو الارتيست اذا يدخل في ديبريسيون صعيبه ياسر انت تتفهم وما تستاهلش يعني فنانه كبيره برشا في العالم العربي والغنيه هذيك كادو لي باللي تتعدى بيه يمكن انت وياه تقاطعتوا في الحكايه هذه عشتوا نفس فما اي فما مش كيف كيف فما نفس القصه باختلاف الحده نتاعها و جو ريميرسي لا في بيني وبينك الدنيا اذا كان لازم تشكرها تشكرها على شنو؟ نشكرها على اللي قاعده تعمل فيه فينا الدنيا راه تعطينا كفوف وتعطينا ساعات فلوس بالطبيعه على ذيك نشكر فيها بلي باش تعمل نشكرها جو ريميرسي لا في سمارة واحد اكتوبر هبط واحد اكتوبر هبط اغنيه سميتها سيكاتريس الاغنيه تصورت مع اولاد هذيك الاوترو نتاع الالبوم مي امو تي موساش فوالا دونك الاغنيه تصورت مع اولاد من اسويس قمرت بيه في الاخر مش الاغنيه تصورت اي في الاخر فما ديديكاس كان ليهم هما هذوك متصور عندهم عام ونص هدية من الزياره اللي عملتها انا عام ونص لتيلي ما سمعت حتى فنان مشى زار العبيد هذيك اللي العبيد هذيك لازمك تمشي لها عندك فلوس ولا ما عندكش اوكي حتى تمشي تهز مورال يمكن ما فماش رابريت بنعرف فما ممثلين يمشي وفما عام ونص ما مشي حتى واحد هما قالوا لك هكا بالطبيعه كلمت وسالت عام ونص ما مشي حبيت نهبط نتصاور معنا برشا جواريت يحبونا صح ولا ايه برشا فنانين يحبونا ما فيها بيز زيد راه تمشي حبيت نشجع با بلوس مش خاطرني يعني مشيت كنت نجم يعني في وقتها فهمت للصغيرات وصغيرات حبيت اخر البوم يعني لاوترو سيكاتريز حبيت نخدم بالناس هذيك فما حاجه مانيش قاعد نفهم فيها مشاكل قاعده تجي من اليمين ومن الشمال قل نحل الانترنت تلقى غنيات ماهمش في الشان نتاعك انت بصوتك ويحوسوا اما صار تسريب في الالبوم القديم اوكي من شخص معنا في الاكيب اللي هو البيت ميكر نتاعي سرب الاغنيات البيت ميكر نتاعي كان باش ما نحقرش العبيد اما كان حط شاي اوكي جبته في 6 شهور ولا احسن بيت ميكر في تونس الكل خاطره موهوب بفضل شكون موهوب مش مزير هذا موهوب نعطيك الفرصه 50,000 مره صح كما انا حطيتني عبيد قبل نحط زاد ناس هكا ولا هادي بيه اول واحد تكبر عليه العبد ولا لا كيفاش كبر عليك؟ كبر علي في فلوس اوكي شنو تستحق انت الفلوس هذه مشيت عطيتك الفلوس هذايا خذيت حقك صح؟ بيه تزيد تطمع خذيت حقك ووقفتني قدام المحاكم فهمت كيفاش؟ اللي انا عملت معك الخير باش توقفني قدام المحاكم فهمت؟ باش تمشي بالطبيعة شكابيك؟ يدي قلت لك محاكم تقول لي شكابايا شكابايا اوكي استغل النفوذ عنده هو مش مشكل بعد هذاك عائلته تحط فيا حاجة ما على باليش سامحوني طفل 24 سنة ما عندوش مخ يخمم بيه 24 سنة اوكي تحملت مسؤولية وسمعت عائلتي لحاجات مسختني مع عائلتي فهمت اوكي مش مشكل شو يعمل؟ كل غنية تو نهبطها قاعد يهبط لي في ألبوم تعب عليا زيدنا مصبح عليا
فهمت؟ كل غنية نهبتها جديدة تاو يهبت لي غنية من اللي بقاو عنده في البيسي يشوش عليك معناتها بالطبيعه بالطبيعه اكيد هيدي عرق عليه خدمتي هذيك كتيبتي موزيكتي بعد نتلفت تشوف لي فيو زوز ملين وثلاثه ملين في شانيت عبيد يبي ترقد هو وبعد يدخل مني هنا فلوس عيب زيد عيب تهبط خدمه انسان تعب عليها يقول لك ناخذ حقي اللي انت كليتني فيه مثلا يقول خذوا حقك ما يصيرش هبط انت خذ انت الفلوس علاش عبيد اخرى تاخوه ما حقك هذيك ميسيلش كمل ماسترهم الموزيكات هذوكم وهبطهم في الشين متاعك استنفع منهم انت مش تمشي تبعثهم لعبيد اخرى تهبط لي موزيكتي ما فماش مجال للصلح مع السيد هذا خاطر قاعد رجعت وريت بعد المحاكم وذوما رجعت ويخدم هادي شكون يعملها حتى واحد ما يعملها رجعتك تخدم زدت عاود درت عليا وعملت معايا العيب قديش مازلت عنده من غناية يبقى مزيل ومزيل وزوز غنيت هبت هبت بارش غنيت إيه؟ وطني نو بروبلم نو بروبلم برشا برشا ما نرقدش البوم اشتر الالبوم الجديد اللي معامل باش نهبط وجبرابي عملت البوم جديد واحد اخر تو كله عنده هبط وش يعمل انا نهبط موزيكا اليوم باش يحرق لي الموزيكا اللي هبطها يهبط موزيكا مع جديد ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله ربي يهدي وما نعرفش لا الفنان مستفيد ولا هو مستفيد معناتها ان شاء الله ربي يهدي وانا راني نجم بالقضاء نتبعه هادي راه اوكي انا ما نحبش نعمل عيب خاطر ولد بلادي جول يا صورته وسجلته نزلت سجلت انا وبعث له اليوم ان شاء الله باش يسجل هو اليوم في الليل يسجل هو انا وجول وديدين كانون تريو ويبدو انه فما قنبله قاعده تحضر اكيد باش تعمل في الالبوم تاعو الالبوم تاعو هو وعندك من بعد رتور في البومك ولا لا مع جول بالطبيعه عندي ولا ربي سهل واحنا نحكيو توا على ديمونسيون اخرى بدنا نحكيو على اليوم كيفاش الفنانين اللي من جنسيات اخرى غير التونسيه ولاو هما يسعوا يلوجوا على الفنان التونسي باش يخدموا عليه مزيكتك خطرها وصلت الحمد لله مزيكتك انتشرت والالبوم الجديد هادي ان شاء الله عالميه مش كان تونس ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله كي نشوف الحاجات اللي باش تشوفهم توا في الفيديو هذايا باش تعرف انه بالحق يمكن الثنية بدأت تتحل نحو أفاق أخرى من جنسيات مختلفة يغنيو سمارة. شراوت للناس اللي معنا اللي قدم موزيكا سمعنا حكي والشرع سمعنا Te pasé la meme y no tengo cocaína, ina, ina. Fai la parte dopo, la devo sentir. Astres dicen, astres fina, fina. Non la so, ça le so. Vabbè, Te halimi. Fra, la devo sentir. Vai, parti con paranoia. Don alla bispidi, abuli luda, astuli pistidi, gatti tastighi la gumura, agila o ma bibi, amila o mokta, ma nor che me te non è. Bravo, Joey. هذوما حاجات عفويه الناس معناتها اذا حبوك ارتاح معناتها صغار ممثلين توانسه ناس من برا من البرازيل من اخر الدنيا يغنيو يبعثوهم لك شنو تحس وقت اللي تشوف حاجات هكاك؟ راه هادي حاجه تفرح على الاخر تحس روحك قدمت عندك بروديكتور قبل كل شيء لهي بيك ونتصور هو الفيزافي الرسمي والوحيد للناس اللي تحب تتصل بيك سلايم بلي تصفيق على سلايم بلي هذه الصحه مرحلة أخرى لهنا معناتها حرفية أكثر أكيد سليم خويا الكبير يعني قبل الخدمة وقبل كل شيء إنسان بروفيسيونيل ياسر في أوقاته في خدمته في كل شيء والله وقدمت به هو قدمت على الأخر يعطيه الصحة وباللي تصفيق أخر على سليم وهو يترأس شركة سيزار هو أمين خوه عندهم سيزار برود برودكشن اللي مصحة معنا
ان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله الخدمه نشوفوا النتائج نتاعها هكذا كيف كيف على مستوى كبير برشا. باش نكملوا مع الاسئله الناريه. تجي معايا؟ نجي معاك. فاهم البرانسيب ولا ماكش فاهم؟ يفهمني انت هادي. انا نسال وننزل ومن بعد انت تجاوب وتنزل. باه. انت ما تنزل كان بعد ما تجاوب. اوكي. باه. اقوى رابور بالنسبه لسمارة عالميا شكون؟ توري لانز. دونك برشا فيلينغ. اقوى غنايه من الغنايات القدم من قلبي هي فور ريال. لو نكتب قصه حياتي ونعملها فيلم، عنوان الفيلم باش يكون حياه او موت. اسمي سامح، اما اكثر حاجه ما نسامحش عليها هي حقي. تكليت في حقك انت برشا، اما تو ما عادش نجم. الراب في تونس عباره على حرب. يا غالب يا مغلوب. حرب حرب، يا تغلب يا يغلبوك. الفنان التونسي هذايا من خارج عالم الراب، ماذا بيا لو كان نهار من نهارات نتقابل انا وياه؟ لطفي بوشنيق. البومي الجاي باش يكون عنوانه 7 years. علاش سميتو 7 سنين؟ 7 سنين شهرة من 2015 لتوا. أكثر حاجة تخوفني في الدنيا؟ نعسي ربي ورزيت والداي. تخاف من الموت؟ علاش تخاف من الموت؟ عامل برشا خير. تخاف من الحبس؟ تخاف من الفشل؟ نخاف من الحبس، كان ظالم نستحق الحبس. أوكي. تخاف من الفشل؟ تخاف لما يجي فترة ما عادش تعرف تعمل فيها مزيكا باهية؟ بيلا. تخاف من الفقر؟ فشل إن شاء الله. تخاف من الفقر؟ تخاف من الحاجات اللي الفقر يجيك كما تعرفش تتصرف هادي، لما كان ربي عطاك وتعرف تتصرف ما يجيكش الفقر. مينيموم مينيموم. نكملوا مع سمارة مينيموم. سمارة يعطيك الصحة. يعطيك الصحة أنت هادي. شكرا على قبول الدعوة قبل كل شيء. ونشوف الطاقة الإيجابية محلاها في الـ في الـ في البلاتو، حاجة مهمة زادة كيف كيف. الحمد لله. اللي نشكر الجمهور الكل والجمهور اللي برا زادة. والله عليهم فضل كبير عليا زادة. وأمي بالطبيعة اللي تتغشش. وعائلتي الكل والإيكيب الكل والأستاذ نتاعي. جست مش باش ناخذ برشا باش نحكي في الموضوع هذا، ما خليته للاخر على خاطر نشوف في كليباتك قاعد تعمل في مجهود في التمثيل. اوكي. انت من داخل تحب تمثل، معناتها عندك الاستعداد باش تمثل ولا لا؟ كان يجيني دور ما يبدلش من سمارة برشا. اوكي. نقبل. بالنسبه ليك التمثيل اولويه ولا الموسيقى؟ اكيد. شنو؟ موسيقى اولويه من زيد عندي في التمثيل على الاخر. دونك 26 سنه تمثيل. 26 سنه تمثيل، علاش لا؟ ما نلقاوش سمارة في رمضان السنة ولا العام الجاي، موجود في عمل رمضاني مسلسل ولا فيلم علاش لا؟ نشكرك برشا. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة، ومن خلالك نشكر فريق الكل نتاعك، فريق محترف على الآخر، نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. تحية كبيرة سمارة.